فاكرين لما اتكلمنا هنا في بنكير اكتر من مره بخصوص الاستثمار في تصدير العقار، واتكلمنا كتير عن الموارد الضخمه اللي ممكن تيجي من صناعه العقارات بكل تفاصيلها وحجم السوق العالمي لتصدير العقار. ايه اللي حصل في الملف ده وليه الحكومه قررت تتحرك دلوقتي؟ خليكم معانا هنعرف التفاصيل. اكيد سمعت مره بتوع الاقتصاد بيتكلموا على حاجه اسمها تصدير العقار واستغربت من المصطلح، لكن الموضوع كبير وبنتكلم في سوق حجمه 2 تريليون دولار عالميا، ولسه السوق بينمو بشكل سريع وفي كتير من دول العالم بيعتمد اقتصادها على تصدير العقار للخارج، وبيوصل حجم تصدير العقار سنويا في العالم ل 250 مليار دولار، وبتحتل نيويورك ولندن المقدمة بنحو 80 مليار دولار، وبالنسبة لمصر فنصيبها من التجارة دي لا يتعدى 2%. طب ايه هو تصدير العقار وليه بنتكلم تاني عنه؟ تصدير العقار هو عبارة عن مشروعات سكنية وتجارية وإدارية وترفيهية بتعملها في بلدك وتسوقها وتبيعها للأجانب بالعملة الصعبة زي ما بتعمل كده دبي، ولتصدير العقار حولها من صحراء لأغنى بلاد العالم وجذبت آلاف الشركات العالمية في كل المجالات. وعشان تصدق بالأرقام الرسمية فإيرادات المبيعات العقار في دبي سجلت 265.6 مليار درهم خلال 2022. طبعا لو فكرنا في موقع مصر وطقسها المعتدل وموقعها من خطوط التجارة وشواطئها والأماكن السياحية والترفيهية يبقى لازم يكون عندها صناعة تصدير عقار بالمليارات كل سنة، ومصر مش أقل من لندن ولا باريس وتقدر تدخل أكتر من 40 مليار دولار في السنة من البند ده، وممكن كمان الرقم ده يزيد عن كده لأن إمكانيات مصر واعدة وضخمة في مجال تصدير العقارات، وخاصة إن مصر فيها أماكن ومشروعات ترفيهية وسياحية مش موجودة في كل العالم. وملف تصدير العقار هيختلف تماما بعد صفقة رأس الحكمة ومشروعات الساحل الشمالي والمنتجعات الجديدة زي العالمين الجديدة، لأنه دي البداية الحقيقية لقطاع تصدير العقار بعد الطلب الكبير من العرب والأجانب على شراء وحدات في الأماكن الواعدة في مصر. طب إيه الجديد في ملف تصدير العقار؟ في الساعات اللي فاتت الحكومة عملت اجتماع عشان تناقش كل تفاصيل ملف تصدير العقار وتفتح الطريق عشان تشوف ازاي تنشط الملف ده واللي ممكن ندخل للبلد مليارات الدولارات في سنة تفوق دخل قناة السويس 6 أو 7 مرات، وفي نفس الوقت هتضمن دوران عجلة الانتاج في قطاعات التشييد والبناء والمصانع والحرفيين وآلاف فرص العمل في القطاع العقاري واللي بيعتبر قاطرة الاقتصاد المصري كله وبيعتمد على مئات الصناعات في كل المجالات. وكمان قررت الحكومة عشان تبدأ صح في ملف تصدير العقار تفعيل صناديق الاستثمار العقاري، وقال مدبول إنه مصر عندها فرص واعدة في جذب الأجانب لشراء العقار المصري بالعملة الصعبة خاصة بالمناطق السياحية ومنها الساحل الشمالي. وبالفعل كان هناك إقبال الفترة اللي فاتت على تملك الأشقاء من دول الخليج لعقارات في المناطق السياحية واستثمار مدخراتهم في شراء العقار المصري، وكمان شركات التطوير العقاري والمعارض العقارية أسهمت في الترويج لهذا المنتج المتميز اللي بتملكه مصر. وكمان أكد الدكتور مصطفى مدبولي أنه تصدير العقار من المقرر أنه يساهم في توفير موارد جديدة من النقد الأجنبي وإحداث انتعاشة في هذا القطاع المهم، ولكن من الضروري دخول هذه العوائد من النقد الأجنبي للجهاز المصرفي مباشرة، وده اللي أكد عليه المستشار عمر مروان وزير العدل واللي كشف عن صدور قرار من الشهر العقاري وتحديدا من خلال مكتب تملك الأجانب بنص على أنه بداية من أول أبريل الماضي عند تسجيل ملكية أي عقد للأجانب يجب تقديم ما يفيد تحويل قيمة الوحدة السكنية من الخارج للجهاز المصرفي في إطار القوانين واللوائح التي تحكم بيع الوحدات بالعملة الأجنبية. كانت معكم هلا البشيتة من بنكير، شكرا لكم. بنكير نبض البنوك.